السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا طاجين الزيتون دومونديتو بزاف، سورتو خاصة تاع 10 أشخاص، بزاف لي دومونداو لي تاع 10 ولا 20 شخص. أنا اليوم عندي 10 أشخاص، نديروه باللحم غنمي، راكم تشوفوا الله يبارك اللحم ما شاء الله. حبيتو ديروه بالبقري، حبيتو ديروه بالدجاج، أنا الطلبية نتاعي اليوم بالغنمي. عندي كل قطعة فيها 150 غرام، على حسابكم نتوما في الدار حبيتو ديروا بلي بولات بركب، بلي بولات دو بولي هاشي، بولات دو دانداشي، حبيتو ديروا بلي كويس، حبيتو ديروا، المهم كل واحد والمستطاع نتاعو وكل واحد والكو تاعو. كاين اللي الله يبارك عندهم بصح يحبوا الدجاج، هذه هي. حنايا اليوم لا كليون دومونديت لحم غنمي، عندي 10 قطع نتاع لحم غنمي، لحم خروف 150 غرام، بوزن 150 غرام القطعه، هذه هي. في هذه الكميه ندير زوج حبات متوسطين نتاع بصل، على بالكم باللي اللحم سيرتو اللحم الغنمي يحب البصل، كيما هو كيما المرقه تاع الطعام، المرقه تاع الطعام نديروها البصل، طاجين الزيتون نديرو البصل كي يكون اللحم غنمي نتطرولو باش تجينا لاصوص ايباس وتجي بنينه. حطينا اللحم تاعنا فوق النار يتقلى، اكيد درنا له البصل هذاك ودرنا له نصف ملعقه تاع السمن. السمن كي يكون اللحم غنمي ديروا نص مغرف كبيره تاع ماكله، كي يكون البقري ديروا له مغرف معمره، باسكو الغنمي دائما نقول لكم الغنمي مشحم ما تكثرولوش الزيوتي باش ما تجيش المرقه تاعكم ولا لاصوص تاعكم تجي معمره زيت، تجي ما تشهيش. عندي زوج مغرفات تاع زيت، فوالا ماشي بزاف. دوك نروح نجيب التوابل اللي هي الكركم، فلفل الكحل، وعود تاع قرفه، وشويه نتاع رند، وزوج ريسان نتاع زوج حبيبات نتاع الثوم، زوج كما يقولوا دو غوس داي، زوج حبيبات نتاع الثوم. هذه هي كي تكون لاصوص نتاع طاجين الزيتون بيضه ولا صفراء، هذو هما التوابل اللي نستعملوهم. حبيتي ديري شويه معدنوس، انا ما نستعملش المعدنوس في هذه المرحله، حبيتي ديري شويه معدنوس اللهم بارك، سينو انا هذه هي الطريقه اللي نستعملها. دوك ندير التوابل تاعي اللي هي الكركم، فلفل الكحل كما قلنا، والقرفه، الملح، شويه نتاع ثوم، واحد زوج حبيبات نتاع ثوم كما قلت لكم. الا كانت لاصوص غوج زيدوا العكري، زيدوا مغرف نتاع عكري، مغرف تاع قهوه معمره نتاع العكري، والثوم تقدروا ديروا 3 ولا 4 حبيبات كي تكون لاصوص غوج، ونحو القرفه. يعني لا ديفيرونس بين لاصوص بلونش لاصوص غوج تنحو القرفه، كاين كي نديروا جلبانه برك اللي نديروا القرفه باسكو الجلبانه تحب القرفه. هذه هي عندي الملح، مغرف معمره نتاع ملح، هنا الملح الرقيق راهو هذاك الرقيق درت مغرف معمره، كي يكون الملح شمسي العادي ديروا مغرف ماشي معمره باسكو الملح هذاك ماشي كيما هذا الرقيق ما يملحش بزاف. عندي مغرف معمره تاع قهوه نتاع فلفل الكحل، وعندي مغرف معمره نتاع قهوه كركم، الكركم يعني اللي حبيتو ديروا لاصوص بلونش ما نحو الكركم. هذه هي بصح يجي بنين بزاف بالطريقه هذه، مام للناحيه الصحيه مليح. الزنجبيل ثاني ماشي ضروري الزنجبيل تستعمليه، ما يمدلو بنه ثاني هايله. في الدجاج كي نديروا طاجين زيتون بالدجاج نكثروا له الزنجبيل، او ميم طون نديروا له سمحوا لي نديروا له مغرفه تاع لا موتارد، وشنو نقصوا الملح. انا درك راني ذقت الزيتون نتاعي والشامبينيون تاعي لي باش ملحت اللحم، صافي من قبل ما تملحي اللحم نتاعك، من قبل ما ديري الملح تكوني ذقتي الزيتون، واذا كان مالح بيان سيغ اكيد وريت لكم الطريقه تاع تبيتو في الماء وديروا له لا مايزينا. درك راهو عندي راهو في الماء واجد الزيتون تاعي، درت الملح على حسب الكميه اللي لازمه، هذه هي. مازالت لي العود تاع القرفه والوريقه تاع الرند، شويه نتاع الثوم اللي هي قلنا واحد زوج حبيبات نتاع ثوم، زوج حبيبات فوالا، ثوم مرحيه هاي اللي كذا عندي ثوم دائما في الزيت نستعملها واجده. نحركو نروح نجيب زوج وريقات رند ونجي. هاني حركت التوابل هذوك خلطت شويه، ندير زوج وريقات تاع رند نتاعي اكيد بعد ما تغسليهم وتحركي. لهنايا قلت لكم حبيتوها لاصوص بلونش مرقه بيضاء، نحو الكركم وعوضوا الرند، عوضوه بالمعدنوس، استادير ديروا كركم نحو الكركم وما ديروش الرند، ديروا معدنوس، فلفل الكحل، فلفل الكحل، قرفه ومعدنوس والسمن. هذه هي تاع مرقه بيضاء. الزنجبيل اكيد يجي في كامل المراقي زنجبيل عادي، في الدجاج قلنا كثروا الزنجبيل،
عندك المرقه بيضاء بالمعدنوس، وهذه لاصوص اللي درناها لاصوص روج ولا لاصوص جون، هذه نديروها بالرند. لاصوص روج نديروها بالرند لي فوي دو لوريي، ولاصوص جون نديروها بالرند ثاني. البيضه ديروا لها المعدنوس، كاين يعني اللي يحب يخلط، انا ما نحبش نخلط النكهات، نحب المعدنوس نقاردي له النكهه تاعو، نخليه للديكوراسيون برك، والرند نقاردي له النكهه تاعو. تقدري تزيدي وريقه تاع زعتره، انا مانيش حابه ندير زعتره اليوم باسكو ماشي صوص روج، زعتره نديرها في لي صوص روج. كاين اللي يحبوا، انا المهم نمد لكم الطريقه نتاعي اللي ما فنخدم بها وتجيني لاصوص بنينه. وهذو اذواق كل وحده واش دير، كل سيده واش تحب. هذه الكيفيه نتاعي اللي نخدمها دائما تعجبهم، نتوما جربوها وانا اعطوني طريقتكم نجربها ثاني، ما كاش مشكل. رانا هنا قد ما نكبروا قد ما مازلنا نتعلموا. دوك نغطي الكوكوطه نتاعي، نغطيها ونخليها تتقلى مليح لحوالي 20 دقيقه، تتقلى على نار قليله. راكم تشوفوني دايره نار قليله، تتقلى مليح، تطلق العصاره تاعها. قد ما تقلي الماكله نتاعك وقد ما تصبري عليها الماكله تاعك تجي بنينه. واش نوصيكم التوابل كما فلفل الكحل، انا فلفل الكحل دائما نشريه حب ونرحيه في الدار. النكهه نتاع فلفل الكحل والماكله تاعك سبحان الله تجي ما شاء الله. ما من ناحيه صحيه دائما ننصحكم التوابل تاعكم سواء الكمون ولا فلفل الكحل ولا الكرويه اشروهم، ولا القصبر اشروهم حب ورحوهم في الدار على يدكم احسن وابا. هذه هي دوك نخليها 20 دقيقه، وانا اكيد 20 دقيقه ما نغطيها ونعاود نرجع ليها كل 5 دقائق نرجع باش نحرك باش ما تلصقليش. ومن بعد نمرقها. الماء راهو هنايا قدامي راني دايره تويسف. هنا عندي الزيتون، عندنا قلنا 10 اشخاص نديروا لهم كيلو نتاع زيتون. حبيتي ديري كيلو ولا ديري كيلو ونص رطل، هذاك راجع للكميه نتاع الزيتون اللي تحبي تحطيها في لاسيات. دوك نوريكم مثلا، دوك انايا دايره 10 اشخاص، كل شخص دايرت له 100 غرام. 100 غرام تجي حوالي حفنه. انتيا كيلي مثلا وحده تحب تخدم طلبيات ولا تخدمي طلبيه ما تعرفيش سيدتي كيفاش تبداي الميزان والاخر، اشري تاع قيس دارك مثلا، قيس 5 اشخاص ووزنيها 5 اشخاص شحال جاك الزيتون. ولا حبيتي شوفي اسيات تبسي الصحن اللي تحطيه فيه صحن التقديم، شدي هذيك الحفنه نتاع الزيتون ديريها في صحن التقديم، شوفي الكميه اللي تسحقيها ووزني الكميه هذيك شحال جاتك، ضربيها في العدد اللي راح راكي حباتو. راكي حابه 10 اشخاص ضربي الكميه المتحصله عليها في 10، راكي حابه 100 شخص ضربي الكميه في 100، راكي حابه 15 ضربي الكميه في 15. مثلا انتيا درتي حفنه هذيك نتاعك، حبيتي الحفنه حبيتي لاسيات نتاعك الصحن نتاعك تعمريه مليح يجي 120 غرام، صبتي الوزن نتاع وهذاك الزيتون هذيك الحفنه اللي وزنتيها جاتك 120 غرام، ضربي 120 في 10 طيح لك كيلو و200 غرام، ضربيها في 100 طيح لك طيح لك 10 كيلو هكذاك و 12 كيلو فوالا. المهم حنايا نحسبوا، هذا هو الحساب اللي نحسبوا، هذه هي الكميه اللي ما نكذبش عليكم، انا كي يكون كميات كبار في الاعراس نقص الكميه باسكو سبحان الله في الاعراس تحل البركه. كي تكون 10 اشخاص ولا 20 شخص نستعمل الزيتون اكثر من اللي نستعملها في 100 شخص سبحان الله. وهذه يعني في الحميصه في اي حاجه، من في الملح، في الملح في 10 كيلو نستعمل مغرف كل يوم في كيلو استغفر الله باش عندي اليوم قلنا 10، عندي كيلو ورطل استعملت مغرف نتاع ملح سبحان الله. البركه تطيح في ربي سبحانه يحط لنا البركه في الاعراس وفي في الحوايج تاع الخير هذو الحمد لله يا ربي. قلنا عندي هنايا كيلو نتاع زيتون، ديري كيلو حتى كيلو 200 غرام. بيتيه الا كان الزيتون تاعك مالح بزاف بيتيه في الماء، ليله مقبل الليله السابقه لافي بيتيه في الماء، غد من داك بدلي له هذاك الماء، والماء اللي تبدليه كي تبدلي له الماء ديري له ماء واحد اخر وديري فيه حوالي ثلاث مغارف ولا زوج مغارف معمرين نتاع فارينه. انايا ما كانش عندي مايزينه درت فارينه هنايا فوالا، راكم تشوف هي نفس تمد لكم نفس النتيجه، تابسوربي الملوحه الزائده، تمتص الملوحه الزائده الفارينه الدور تاعها تمتص الملوحه الزائده وتحافظ على اللون الشباب تاع الزيتون. راكم تشوفوا دي تروحوا عند الناس الزيتون تاعهم يحطوه لكم اسود، هذوك الزيتون علاش يحطوا اسود باسكو غلاوه من قبل، هذا كي تغلي الزيتون تاعك تروح له الكون تاعو النكهات كاع يروحوا، تفقد النكهات في الماء هذاك اللي غليتيه خساره، يتبخر هذاك النكهات يعني ويروح له اللون تاعو الجميل. من المستحسن طريقه هذه اللي قلت لكم عليها، واسمحوا لي لازم الشرح هذا باش نوصل لكم المعلومه كما يجب. هاي جازت هنا 20 دقيقه هو يتقلى، تلاق العصاره نتاعو الله يبارك. دوكا نبدا نمرق،
المرق اللحم تاعي. بسم الله الماء يغلي اكيد باش ما تحبسوش ما تحبسوش الطياب تاعكم، تبقى توجور الطنجره تاعكم تغلي، لازم الماء يكون يغلي اكوتي. البخار ما راهش تبان مليح، هنا درت ريتلا نتاع ماء، مرقت هنايا بريتلا ونص نتاع ماء، وتمرق على حساب الكميه نتاع اللحم تاعكم وعلى حساب الطنجره اللي حطيبوا فيها وعلى حساب اللحم ثانيه. دوك اللحم غنمي ما نمرقوش كيما اللحم بقري، باسكو اللحم غنمي عنده مده نتاعو صغيره، اللحم الخروف كيكون صغير، كيكون كبير كيكون الخروف كبير كيما هو كيما البقري، باسكو كاين البقري اللي يجي طري. المهم اللحم اللحوم الحمراء تتمرق زياده على البيضه زياده، علاش؟ خاطرش البيضه يا ربي 25 دقيقه تكون طابت، بصح اللحوم الحمراء عندها يعني المتوسط نتاع طياب تاعها ساعه، في طنجره الضغط 45 دقيقه، في الطنجره العاديه ساعه حتى لساعه وربع، على حساب كما قلنا الكبر تاع الخروف ولا نتاع اللحم اللي عندكم تاع العجل ولا تاع الغنمي. هذه هي دوك نغطي الطنجره تاعي 40 دقيقه ونعاود نرجع ليها. ما بيد طاجين الزيتون راه يطيب، انا راني معسف فنوجد لها فيها، هاني شمخت الكسكس نتاعي شمخته بالزيت مع الاول، باسكو هذا كسكس تاع كسكس اصطناعي. خدمت اليوم بكسكس سلطانه، اول مره نجربه كسكس هذا رقيق، باسكو ما صدتش تاع الدار ما عنديش، ويعني هذه طلبيه مستعجله. ان شاء الله نشوف وحده نتعامل معها اللي تكون قريبه ليا على جال الكسكس، باسكو ما اصطناعي يتعبك شويه سورتو في الكميات الكبيره، يكون عندي 1000 شخص الاخر ماذا بكم الكسكس نتاع الدار. انا درت الكسكس الرقيق لو كسكس فان، السفه تحب الكسكس الرقيق، هاوليك وين راهي رقيق فان، فوالا كسكس رقيق هذا اللي نستعملوه للسفه، فوالا كسكس رقيق. هاني درت هنايا كيلو كما قلنا عندها 10 اشخاص، هاني درت لهم كيلو، ودرت في ناحيه اللي في الجهه المقابله عندي الزبيب، عندي الزبيب شمخته دوك نستنى باش نفوره. الزبيب هنا عندي 300 غرام 350 غرام تاع الزبيب، الكميه هذه الزبيب نكثر في السفه باش تجيني بنينه، هذه هي حبيتي ديري شويه، المهم السفه لازم تكثري لها. هاني شمختها كما قلنا مع الاول درت لها بالزيت، باسكو علاش دهنتها بالزيت باش ما تلصقليش، انا وريت لكم الطريقه واللي باش شمختها، علاش؟ خاطرش الكسكس اصطناعي، لو كان تاع الدار بلا ما ندير له الزيت مع الاول، نغسلو ديريكتومون نخليه ينشف ومن بعد باش ندير له الزيت. الكسكس الاصطناعي العكس، ندير له الزيت اللي باش ندير له الماء باش ما يتعجنليش، هذه ياكم تشوفوا ما يتعجن لكم ما والو. درك نفورو التفويره الاولى، هاني كما قلت لكم ها هو شرب، كي نفورو التفويره الاولى نشمخو بالحليب ومن بعد نعاود نرجعو يفور دوزيام فوا لي باش ندهنو بالزبده، ندير له شويه سكر حلوه الترك وبينا بينا صارت الناس. هاك السفه تاعنا بعد ما فارت التفويره الاولى درنا لها ريتلا حليب ونص مغرف نتاع ملح، بيان سور قلنا في كيلو نتاع طعام تاع اصطناعي كسكس اصطناعي نديرو مغرف تاع ملح، مي هذه السفه تجي حلوه صافي ما نكثرولهاش الملح. درنا نص مغرف تاع ملح ودرت نص مغرف تاع قهوه تاع قرفه مع نص فنجان نتاع ما زهر، الما زهر ما تكثروش باش ما تجيكمش الماكله نتاعكم مره ولا الطعام نتاعكم ما يجيكمش مر، باسكو كاين ناس يكثروا الما زهر في اللحم حلو يولي بالمروريه ولا في اي حاجه في اي اكل يولي لهم مر. هاني شمخ قلت لكم الطعام تاعي بريتلا نتاع الحليب، وهذا يعني ماشي قاعده اساسيه ريتلا ولا ما تعتمدوش عليها، باسكو كاين نوعيه نتاع السميد الطعام اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش، هذه هي انا هنايا دالي ريتلا نتاع الحليب، الكيلو هذا نتاع الطعام دالي ريتلا نتاع الحليب. فاتت نص ساعه هنايا في طنجره الضغط، هنا عندي طنجره تاع بون، فاتت هنايا كما قلنا نص ساعه اللحم راهو عنده نص ساعه، هنا في كوكوطه ماشي في طنجره عاديه، في طنجره الضغط فات نص ساعه بدا يدخلوا طياب. واش ندير هنايا؟ ندير الزيتون تاعي في طنجره عاديه، فوالا في طنجره عاديه، سمحوا لي دقيقه نسوي برك السطح، ندير الزيتون تاعي وندير الجزر. هنا عندي حوالي 4 حبات تاع جزر حتى الخمسة الجزر، انايا ما صبتش عندي كاين كنت دايره بلي شرياتو فينالمون هذا واش صبت، ثم ديروا رطل نتاع زروديه في الكميه هذه، ديروها حبه هكذا ومن بعد تجبدوها ريحوها في البغاميكسور كما وريت لكم باش تمد لكم كيما نقولوا صلصه كريميه، لاصوص تاعكم تكون ايباس تكون كريموز، والدراري خاصه الاطفال اللي ما ياكلوش الجزر ياكلوه بلا ما يفيقوا، هذه طريقه هايله والطاجين تاعكم يجي بنين بزاف الله يبارك، هذيك الحلاوه نتاع الجزر
تنقص الا كان الزيتون تاعكم يمد بمروريه تنقص المروريه تاع الزيتون. سينو يعني في هذه المرحله كاين اللي يحبوا الجزر مقطع دوائر يديروا في الكميه هذه كيلو ورطل تاع جزر مقطع دوائر. انا ما نسحقش جزر، نسحق غير عجل لاكريم، ندير واحد الرطل نتاع جزر لهنايا كما قلت لكم حب ونجبدو نرحيه. نتوما الا حبيتوا الطريقه القديمه ديروا كيلو ورطل تاع زروديه في 10 اشخاص، ل 10 اشخاص هذه هي. وشنو لاصوص كثروا شويه زياده كي تكون الكميه تاع جزر اكيد بزاف تكثروا شويه لاصوص باغابوغ واش درت انايا. هذه هي الا درتوها لاصوص حمراء صلصه حمراء. نعاود نذكركم نحوا فقط القرفه وديروا في بلاصه واش اسمه في بلاصه الكركم ديروا زوج مغارف تاع طوماطيش تاع البواطه وزوج حبات نتاع طوماطيش نتاع حب. هذه هي احنا استعملنا اليوم صلصه صفراء ماشي صفراء يعني مائله الى اصفوريه. السلام عليكم. هنا في هذه المرحله راهو طاب الكسكس تاعنا التفويره الثالثه. التفويره الثالثه بيان سيغ انا درنا بالزبده، من المستحسن تكون الزبده ماشي مارغارين، صح لي ما عندوش اكيد يستعمل مارغارين عادي. درنا حوالي 120 غرام تاع مارغارين، 100 حتى 120 غرام هي كي السفه قد ما تحطي لها الزبده تجي بنينه، ماشي كيما الكسكس لازم تجي رطبه الله يبارك. ندير لها حوالي زوج مغارف نتاع السكر هكذا فوالا، ونخلطو ما بيد راهي سخونه باش السكر هذاك يذوب فوالا. وشهية طيبة. هذه هي كما قلنا قبيله درنا لها، حبيتو ديروا لافاني مع الماء زهر، حبيتو ديروا قرفة مع ماء زهر المنكهات، حبيتو دوكا كي يبرد شوية نديروا شوية حلوة الترك. كاين اللي يستعمل نيسلي كريم كراميل، ما تعجبنيش هذيك الطريقة، وكما قلنا كل واحد والذوق نتاعو، أنا ما عجبتنيش أكيد واحد آخر تعجبو. هذه هي نتوما شوفوا الذوق نتاعكم واش تحبوا وبصحتكم يا جماعة الخير. شوفوا الزبيب كيفاش جا، هذيك الكمية في كيلو 350 غرام درنا نتاع الزبيب، شوفوا شحال جا. يعني كي ما تستغربوش كي نطلبوا كمية كبيرة نتاع الزبيب فمع السفة ماشي كيما الطعام عادي. هذه هي فينالمون كسكس السلطانة، يعني كوبيت وعاود رجعت فينالمون كسكس السلطانة ولا غير الشباب الله يبارك. راكم تشوفوا ماشي ما فنستعملوش، ريتو عندي بزاف وخليته ما سحقيتوش، بصح كي جبتو دوكا استعملتو الطلبية ولا غير ما شاء الله الله يبارك. كسكس السلطانة يعني عمر بن عمر مليح، انا اللي نستعملو بزاف ماما، بصح دوكا السلطانة هاني جربتو ما شاء الله. وشنو ما كانش ما يكذب عليكم كذب كيما الطعام تاع الدار كسكس اليدوي. هذه هي هنا راني زدت لها حفنة نتاع جوز مكسر مع لوز، ماشي ملحي مكسر يعني خلوه قطع خشينة شوية، هذا يعني حاجة زيادة تقدروا تستعملوا تخلوها هكذا، تقدروا تزيدوا شي مكسرات على الداخل. المكسرات أكيد نخلو الأغلبية باش نديروا ديكور من فوق، اللي يحب ياكل بالمكسرات يجبد شوية من هذاك الديكور وياكل. هاو الطبق تاعنا بعد ما طاب، أكيد نحيت أنا الجزر كي طاب، نحيت الجزر هذاك الحبة تاع الجزر، نحيت معاهم شوية لاصوص برك ودرت معاهم قطعتين ولا ثلاثة نتاع جبن، رحيتهم وعاودت رجعتهم لاصوص وحركتها وشوفوا النتيجة الله يبارك لي تحصلوا عليها. الجبن ماشي ضروري، تقدروا ديروا الجبن، تقدروا ديروا لاكريم ليكيد، تقدروا دير تخلوها كيما هي على طبيعتها. انا حبيتها لاصوص تجي هكذا بهذا اللون وهذا الشكل، نتوما تقدروا تخلوها عادي بلا ما تريحوا الجزر بلا ما تريحوا كما قلنا الجبن. الجبن رحينا في البغا ميكسور مع الجزر، شوفوا الله يبارك لاصوص تحصلنا عليها ما شاء الله والبنة هايله. هاوك الطبق تاعنا شوفوا ما شاء الله الزيتون قاعد اللون تاعو جميل. سمحوا لي لاباتري هنايا بدل بالك الضو هنايا فلاباتري راح تطفي لي. شوفوا الزيتون الله يبارك لاصوص، شوفوا الله يبارك اللحم ثاني ما شاء الله طايب زبده. فوالا هذه هي